السلام عليكم. مرحبا بكم وبلو 360. رمضان كريم للجميع ومرحبا بكم في رمضان عندنا في البيت. مرحبا بكم عندنا وعندي في البيت انا والزوج ديالي الفنان والمثقف زكريا الحلو. كنتمناو طبعا لكل متتبعين موقع لو 360 رمضان كريم ولكل المغاربه قاطبه ولكل الامه الاسلاميه كل سنه وانتم بالف خير. كنرحبوا بكم. عندنا واحد العاده اللي خلقناها وعزيز علينا نرسخوها اللي هي جلسات رمضانية أو موائد رمضانية بحضور مجموعة من الأصدقاء الفنانين المثقفين الصحفيين الإعلاميين. حنايا هنايا الناس كيقولوا واش سناء الزعيم ما كديرش الميدان، دايرة ثلاثة الميدان تبارك الله، ولكن كنفضل أنه بحضور يعني مجموعة كبيرة من الضياف على أن يكون عندنا واحد لو سيستيم سيلف سيرفيس بوفي، كل واحد كياخذ من بعد اللي بغى. فغادي تشوفوا معايا خلال هذا الروبورتاج وهذا اللقاء ان شاء الله شنو هما الشهيوات اللي غنقدم للضياف ديالي. يلاه تابعونا. هادو بطيبطات بحشوه شاورما دجاج، ودرت ايضا حشوه واحده اخرى اللي هي شاورما اللحم. وحنايا عزيز علينا، انا شخصيا عزيز عليا في الدار ندير الحجم الصغير، واخا شويه كياخذ اليد، ولكن من بعد في التقديم كيجي طبعا عنده الشكل راقي. طقوسي في رمضان هو انه خلال الاسبوع انا ورجلي الراس في الراس كنعيشوا لحظات روحانيه كنتكلموا، ولكن نهار الجمعه كيف كتعيشوا معنا في هذه الاجواء؟ كل جمعه خلال الشهر الكريم كنعملوا واحد المأدوبه اللي كنجمعوا فيها الاحباب والاصدقاء، الناس اللي مجالاتهم في حياتهم اليوميه تختلف، ولكن كتوحدنا واحد اللحظه ديال التحاور، ديال نهضروا، ديال نضحكوا، ديال نبسطوا مع بعضياتنا. واعتقد على انه لا من جهه زكريا ولا من جهتي انا، حنا كبرنا في اسر اللي هكا تربينا انه الدار في رمضان خصها تكون عامره ويجمعوا الحباب وبلا تكلفه. وانا بالنسبه ليا ملي كنتكلموا على العبادات بشكل عام وفي شهر رمضان، فمن بين العبادات ايضا انه نكون عندنا هاد اللحظات هذه ديال صله الرحيم، ديال الجمعيه، ديال انه كيكون كتحس بانه الدار تكون عامره. ملي كيقول لك شي واحد الله يجعل دارك ديما عامره، انا بالنسبه لي هذه واحد الدعوه اللي كتعجبني بزاف، وكنتمنى انه دارنا تكون ديما عامره، لان انا كبرت في الدار مع والديا الحمد لله ديما عامره وديما الحباب والدراري الصغار والهراج والمراج، ولكن هذا الشيء ما بغيتش نفقده، ما بغيتش بنتي تكبر عايشه في عزله. كنحاول ما امكن ولو انه هذه الامور ما عزيزش عليا نتكلم عليها، ولكن بالنسبه ليا ضروري يعني نكون واحد
نكون غير سبب خير يعني. كنقلب دائما على كيفاش نقدروا نساعدوا. الاكل كيكون في البيت فكتبغي تقسمي الوجبات مع ناس، الناس اللي كتفرحهم زلافه الحريره صوبتيها بحب، الناس اللي كتفرحهم صينيه الا عطيتيها لهم. هذه بعض الامور اللي بالنسبه ليا يعني ضروري ما تتخطاش الدار في رمضان. الامور الاخرى طبعا هي لحظات التعبد، لحظات التوهج الروحاني لكل واحد. كل فرد عنده طريقته، عنده ايقاع وعنده يعني الوتيره ديالو باش كيتقرب من الله، باش كيتقرب من نفسه ويسمع لراسه ونحاوروا نفوسنا. والحاجه الاخرى اللي بالنسبه ليا ربما كتبقى واحد الجانب ايجابي في رمضان، انه النهار دغيا كيتقاضى، فبالتالي من الساعات اللي قبل من الافطار الى ما بعد الافطار كاين ساعات طويله. كنحاول ما امكن ايضا نغتنم هذه الفرصه باش كنخدم شويه، كنشتغل شويه، لانه الانسان كيلقى داك الوقت اللي غادي يتصنت لراسو ويخطط يبرمج. هذه حتى هي من الامور اللي بالنسبه ليا في شهر رمضان، يعني هو بالنسبه ليا سي تموا دو ميديتاسيون. هانتوما العود القماري كنهديه لكل من كيشاهدنا وكيتابعنا على لو 360 والزهر طبعا على حقه وطريقه. الله ياك لا ماجده، الله ينوركم، ميرسي. فوالا انا كنهدي لكم هادشي هو رمضان، هادشي هو الدار المغربيه، هادشي كنتمنى انا عمره ما يخطانا. لا سناء غزاله في رمضان وفي غير رمضان، ولكن في رمضان كتزيد تزيان وتبهى لانه كتجمع الاصاله والاخلاق والطيبوبه ديال المراه المغربيه اللي تربات وكبرات في ظل اسره مغربيه متشبعه متشبعه بالتراث ديال هذه البلاد. ففي هذه المناسبه هذه فعلا الواحد يفرح انه مجوج مغربيه بحال سناء، لانه كتكبر به وكتحمر الوجه كما تنقولوا في الدارجه ديالنا. فهي مراه مثال، مراه طيبه القلب، مراه طيبه الكلمه والابتسامه الدائمه. تنشكرها على المجهودات ديالها، وكنتمنى نكون في مستوى العطاء ديالها كرجل، لانه الحياه هي تقاسم وهي اخذ وعطاء. وكنتمنى لها رمضان مبارك سعيد. سناء شنقول لكم، ملي كانت صغيره وهي تبارك الله عليها منظمه داخله سوق راسها، متابره في الدراسه ديالها، دائما تتقلب على ما احسن. وعمرها عمري ما ننسى واحد النهار كانت جابت نتيجه مزيانه وجات تبكي، علاش؟ لا بغيت ما اكثر من هذا الشيء، بغيت ما احسن من هذا الشيء. بورتو النتيجه كانت غزاله، زعما ماشي شي. دونك هي من الصغر وهي تتقلب على على ما هو احسن، وعلى تكون تبارك الله عليها بارزه، تكون بغيانت. سناء شنو نقول عليها؟ نقول ان سناء هي فنانه بالفطره. من السنوات الاولى ديالها الاولى كانت هي الشعله ديال جميع السهرات ديالنا العائليه، ودائما تبارك الله عليها علاقتها الحميميه مع الاسره ومع الاصدقاء ومع تتوسع الدائره ديال المعارف ديالها. هذا شيء الحمد لله يشرف، وهي نموذج للفتاه المغربيه النشيطه اللي عندها طموح كبير جدا. سناء يعني هي صديقه وزميله في الميدان، وكنت استضفت عندها في برنامج من البرامج اللي كتقوم في الاذاعه. انسانه طيبه وانسانه يعني كترتاح ملي كتكون معها، ويعني بقات عندنا يعني شخصيا. انا كنت شاركت معها في فيلم سينمائي مع حسن بالجلو، كان عندي ديك الساعه دور صغير، ويعني ما عرفتش علاش ما استمرتش في الدومين ديال التمثيل ومشات الدومين ديال الاذاعه. يمكن لقات راسها في الاذاعه، وكنتمنى لها التوفيق والنجاح.